وبعد عامين غدا فطيمة جاءت به مرضعه سليمة. حليمة السعدية هي مرضعة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من عادة أهل مكة أنهم يضعوا الأولاد خارج مكة، لا حتى المرأة من قريش تتفرغ لزوجها. ثم مكة فيها أوبئة وأمراض، يأتيها الحجاج ويأتيها المعتمرين ويأتيها هؤلاء، فحتى لا يعني يتأذى الولد يخرجوه. ثم حتى يتعلم السليقة، يتعلم اللغة العربية. نعم، فسبحان الله، من الصغر قد يقول قائل هذا دون الفطام، يعني أقل من سنتين كيف يتعلم اللغة العربية؟ تعلم صغر، يسمع، يخزن الكلمات. نحن عندنا التربية في هذه الأيام إلا من رحم الله، تربية على ماذا؟ تربية على الموسيقى، تربية على أفلام كرتون، تربية على السحر، تربية. نعم، أم تسكت الولد بماذا؟ ترررت. ينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه، لكن هؤلاء يتربوا على اللغة العربية، يتربوا على الإسلام، يتربوا على السنة. فالأم عندما تسكت الولد تقرأ القرآن، الحمد لله رب العالمين، ينشأ الولد يسمع تلاوة القرآن، يسمع مثلا بعض المنظومات تقول كلامنا لفظ مفيد كاستقم مثلا. وكانت أسماء رضي الله عنها تسكت عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما، تقول له أنت تكون بطل نبيل، ينشأ أنت تكون بطل وهو طفل الآن. نعم، فأرضعته حليمة السعدية، نعم، أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.